والإيمان له معنيان في اللغة. المعنى الأشهر عند أهل العربية وعند العلماء وعند الشراح وعامة أهل العلم يقولون معناه التصديق. قال الإمام الأزهري في كتابه التهذيب في اللغة، قال: أجمع أهل اللغة على أن معنى الإيمان هو التصديق. وقال منه قول الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته: قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال الأزهري في التهذيب، قال: وقد أجمع أهل العربية على أن الإيمان هنا هو التصديق، وهذا كلام صحيح. وذهب طائفة قليلة من أهل العربية على رأسهم الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى أن معنى الإيمان الطمأنينة والإقرار، واختار هذا أبو العباس أحمد بن تيمية، والراجح أن كلا المعنيين صحيح من حيث اللغة العربية. فللإيمان من حيث اللغة معنيان: التصديق والإقرار مع الطمأنينة، وكلاهما صحيح. وأما تعريف الإيمان شرعاً فالمشهور عند أهل العلم أنهم يقولون في تعريف الإيمان: هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا التعريف المشهور. ولو قلنا في تعريفه ما هو أوضح، وهو أن نقول: الإيمان هو التصديق بالأركان الستة. نزيد هذه الكلمة، هذا أفضل، نقول: هو التصديق بالأركان الستة بالقلب، والإقرار بها باللسان، والعمل بمقتضاها بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. عندي أن التعريف هذا الثاني أحسن وأدق، والله أعلم.